السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين. هنا مجد اليوم في مسابقة الفرسان، مسابقة فرسان الإلقاء في مدارس أمجاد قرطبة وبرعاية أيضا مدارس أمجاد قرطبة الأهلية. خلوكم معنا تستمتعون إن شاء الله بنماذج جيدة ورهيبة جدا. تقريبا كل حقين أو كل مدارس في مكتب قرطبة مشاركين بهالفعالية، خلوكم معنا ومشاهدين. معكم الطالب عون محمد السليم من مدارس رواد العالمية الصف السادس. أبا سلمان، أبا سلمان، قد حزت المعالي ونلت العهد يا فخر الرجال. بنيت بنيت برؤية أحلام شعب، فجاءت تمتطي وامضى الخيال. تعالى تعالى، فعلك المشهود حقا، واضحى في الدنا ضرب المثال. تحديت الظروف بكل عزم، فذكرك راسخ مثل الجبال. رواق العز، رواق العز فوقك في ثبات، وبيت المجد باق في كمال. كريم النفس مقدام شجاع، فبايعناك في أرجى الليالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب زايد محمد العمر. سألقي عليكم قصيدة بعنوان سعودي. سعودي وأفخر بانتمائي إلى وطن الكرامة والإباء. سعودي يشرف انتسابي إلى وطن المحبة والعطاء. إذا سألوا أقول بكل فخر، سعودي ورأسي في السماء. بلادي عزها دين عظيم وتوحيد تميز بالنقاء، ومنها شع نور الوحي حتى سرى في الكون أشرق من حراء. بها البيت العتيق إليه تهفو قلوب المسلمين الأنقياء. بها الحرمان مصدر كل خير، لها مجد تفجر بالضياء. أتى صقر الجزيرة وهي فوضى ممزقة تئن من العناء، فوحدها الإمام على أساس قوي محكم صلب البناء. على التوحيد وحدها فأضحت مثالا في الأمان وفي الرخاء. فأضحت مثالا في الأمان وفي الرخاء. السلام عليكم. أعزائي المشاهدين، أحد المشاركين في هالمسابقة الجميلة، مسابقة فرسان الإلقاء، طالب جميل ورائع وإلى الآن ترى ما شارك. خلونا نتعرف عليه ونشوف إيش مشاركته. اسمك؟ محمد منذر رمح. ونعم والله يا محمد. محمد قول لي، سولف لي، أنت بصف كم؟ أنا صف أول متوسط، كنت في صف سادس. يا سلام، يعطيك البرنت كامل، كان وصار بأول متوسط. طيب قل لي محمد، من اكتشف الموهبة ومتى ما شاء الله تبارك الله بديت كذا حسيت إنك كذا ملقي وبديت تحفظ قصايد وتلقي؟ في البداية أنا أصلاً يعني ما كنت أعرف أني موهوب في الإلقاء، فشاركت في مسابقة على مستوى المدرسة. طبعاً ما أخذت مركز في البداية، على طول لازم نتدرب واحدة واحدة. فالحمد لله صف ثالث تقريباً شاركت وتصفيت الحمد لله. فيوم جيت المسابقة كنت واثق من نفسي وألقيت، والحمد لله فزت بظهر المركز الثاني، وبعد مرور السنين صرت أخذ الأول. طالب سعود رفاه سعود الحتيبي من مدارس خالد بن زيد، أم للمعلم في تبجيله. كاد المعلم أن يكون رسوله، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني أنت أنف وعقوله. سبحانك اللهم خير معلمي، علمت بالقلم القرون الأولى. قرشت هذا العقل من ظلماتي، وهديت النور المبين سبيلا، وطبعته بيد المعلم تارة ثدي الحديد، وتارة مصقولة. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول وفلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمد. سقيت الحديدة وناول التنزيل. السلام عليكم. فصلي ثالث مدرسة بدال البيان الأهلية، قصيدة بعنوان وطني. وطني وطن أحبك لابدي، أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك
في دمي. لا لا لن أحيد ولن أمين، سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل دين. حب الوطن، حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن، حب الوطن عمل ثقيل. ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. فأنا أجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل. عمري سأعمل مخلصا يعطى ولم أصبح بخيل. وطني يا ماء الطهور علمتني الخلق الأصيل. قسما بمن فطر السماء ألا أفرط في الجميل. فأنا السلاح المنفجر في وجه حاقد أو عميل. وأنا اللهيب المشتعل لكل ساقط أو دخيل. سأكون سيفا قاطعا فأنا شجاع لا دليل. عهد علي يا وطن نذر علي يا جليل. عهد علي يا وطن نذر علي يا جليل. والسلام عليكم أعزائي المشاهدين. أيضا أحد المشاركين خلونا نتعرف عليه. هذا على فكرة شارك وانتهى، نشوف شلون يعني كيف أداؤه، فاز ما فاز، كيف مرئيات اللجنة. خلونا نتعرف عليه. اسمك؟ اسمي عبد الله بن مشعل الخمعلي من مدارس علوم الرياض الخليج. ونعم والله. حبيبي قول لي كيف أدائك اليوم، كيف تقيم نفسك، كيف تحس اللجنة كذا، استانسوا ولا ما استانسوا؟ أنا صراحة قدمت اللي عندي ولا يلام المرء بعد اجتهاده، وقرار عند اللجنة بإذن الله. يا سلام يا جماعة، كلام مرتب وفخم، تحس إن جاي عرس. طيب أنت بصف كم؟ صف ثالث متوسط. ثالث متوسط، وما شاء الله تبارك الله كم لك. يعني هل هذه أول مرة تشارك مسابقة إلقاء أو قد شاركت من قبل؟ لا أنا كنت أشارك من صف سادس ابتدائي، ومن سادس إلى ثالث متوسط اللهم لك الحمد كلها المستوى الأول. يا سلام المستوى الأول. طيب إحنا الآن هذه المسابقة على مكتب قرطبة، قد خذيت يعني شغلات أكثر من كذا مثلا على مستوى الرياض أو مستوى الشرق أو مكاتب ثانية؟ أنا شاركت على مكتب قرطبة مرتين، وشاركت على مستوى الشركة مرتين. يا سلام. وشاركت على مستوى الرياض لكن ما فزنا فيها صراحة. اللي على مستوى الرياض كانت معكم الطالب عادل علي الحربي من مدارس الإبداع الأهلية. سأقدم إليكم اليوم قصيدة بعنوان غضبة الليل للشاعر عبد المجيد الفيفي. اضرب فديتك يا سلمان لا تقفي، سرد بهم من ربا صنعاء للنجف. هذا وذاك على الحالين شأنهما هدم الديانة والعادات والشرف. إنا إذا شئت جن الأرض من طرف، وإن عزمت سباع الجو من طرف. دعنا نشب جنون الحرب، إن بنا نحو اللظى ضمان يسعى على شغف. أتاهم عنوة بالقصف فارتعدت فرائس الأرض لا مأوى لمنقصف. حتى الجبال تنحت عند غضبته تدري به سيل ويل غير منعطف. تهابه في الوغى الهيجاء إن له ضربا بالجلد الموصوف بالخرف. مساهم فإذا جنح الظلام سنى من سرب طائرة بالنار ملتحف. إني رأيت المنايا خلف طلعته أن كان في الفتك منحازا إلى السرف. لا ينظر الخلف إلا والعدا جثث، فالنصر من جنده والمجد للأنف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الطالب مصعب بن تركي الميزاني المطيري. ألقي اليوم عليكم قصيدة بعنوان قرب الحصادي. قرب الحصادي تشد في الناس الهمم. إن الحصادة لمن تفوق واغتنم. من رام علما سار في درب العلا. إن المعالي لا تنال بلا ألم. إن رمت عزا فالعلوم طريقه، والأجر يعظم عند من وهب النعم.
أو رمت مجدا أو رمت مجدا لا طريقا غيره. والسالكون والسالكون المجد في أعلى القمم. العلم بعد الدين يحيا أمتي. ظلم الجهالة ظلم الجهالة كان موتا مدلهم. إن الحياة بغير علم قفرة. وكذا الجمال بلا رياض منعدم. العلم بالإخلاص يؤتي أكله. كم عالم حرم الثواب وقد علم. يا أيها الطلاب أنتم مجدنا. بجهودكم وبعلمكم تبنى الأمم. أنتم حماة الدين أنتم حسنه. والحسن يحمى إن تكاتفت الهمم. سيروا على نهج الرسول وصحبه. سيروا بعون الله يا خير الأمم. وتزودوا بالعلم فهو سلاحكم. وهو الطريق إلى الخلاص من الظلم. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، أحد المشاركين في هالمسابقة، خلونا نتعرف عليه. اسمك؟ محمد سعد العجمي. نعم والله محمد. أبو حميد قل لي كيف مشاركتك وكم لك كذا تشارك مسابقات إلقاء؟ والله أول مرة شارك فيها هذه المرة. طيب كيف تقيم المشاركة؟ إن شاء الله مشاركة جميلة وإن شاء الله أخذ مركز. يا رب، كان إن شاء الله أخذ مركز بس ما كان إن شاء الله أخذ المركز الأول. ليه تتوقع أنك ما راح تأخذ الأول؟ والله في ناس يعني إلقاهم حلو يعني. الله، بس إن شاء الله يعني أتوقع كأول محاولة إن شاء الله تكون جيدة، الثانية يعني بتكون أفضل، الثالثة لين إن شاء الله تتفوق. أول سنة تشارك، هل من قبل طيب شاركت في مشاركات مثلا بالمدرسة كذا، مثلا تجي بالبيت مسوي شاعر، توقف كذا بالصالة تجمع أخوانك تعطيهم قصيدة؟ يعني لازم، لابد. هذه لابد منها. إذن يعطيك العافية وشكرا لك محمد، التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب اسمي يوسف عبد الله العتيبي. يا دار العز وقد حفظت للدين نقاوته البكرة. يا دار المجد وقد زرعت في الرمل الخير اليخضر. سيرى في عيني مائسة في ظل البسمة والبشرى. الرحمة للباني الأول والنصر لمن رام النصر. قسم أن نقطع كل يد تنشل ونبترها بترا. كفا تبنيك إلى أعلى ويد تقتلع الشر. قلب يحميك بداخله وبيان يهديك الشعر. سلامتكم. معكم الفارس خالد بن عبد الله الدويش من ابتدائية رواد الأمراء الأهلية، وسألقي عليكم قصيدة بعنوان يا موطني لمعلمي الإسلام صديق. أحبك يا موطني رائدا لكل الشعوب وكل الأمم. أحبك لحنا مع الخالدين تصون الرخاء وترعى الذمم. حباك الإله بفيض العطاء فرحت تجود لدفع الهمم. أحبك يا موطني رائدا لكل الشعوب وكل الأمم. علوت بمجد وسدت بخير فمن ذا يجاريك أنت العلم. شدوت بصوتك في كل واد لتسمو دوما وتعلو القمم. أحبك يا موطني رائدا لكل الشعوب وكل الأمم. طلبت الأمانة ولما أجده بغير دروبك أرض الحرم. وعدت سريعا لما ضللت أتوب ببابك بعد الندم. فيا رب بارك عطايا المليك وزدنا علوا لنرقى الشمم
وزدنا علوا لنرقى الشمم. أحبك يا موطني رائدا لكل الشعوب وكل الأمم. سأرقى بفكري مع الأذكياء بدعوة سلام لأعظم علم. وأحيا أردد لحن الوفاء لأني نشأت بأرض الحرم. وأمضي أعلم سنة نبي هادي البرية بعد العدم. أحبك يا موطني رائدا لكل الشعوب وكل الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب سعود علي القحطاني من ابتدائية شروق المعرفة. قصيدتي بعنوان وطني يحبك لا بديل بإشراف الأستاذ عبد الحميد عمران. وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في دمي، لا 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 لن أحيد ولن أميل، سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل دين. حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل، حب الوطن عمل ثقيل، ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. فأنا أجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل. عمري سأعمل مخلصا يعطي ولن أصبح بخيل. وطني يا مأوى الطفولة علمتني الخلق الأصيل. قسما بمن فطر السماء ألا أفرط في الجميل. فأنا السلاح المنفجر في وجه حاقد أو عميل، وأنا اللهيب المشتعل لكل ساقط أو دخيل. سأكون سيفاً قاطعاً فأنا شجاع لا ذليل. عهد علي يا وطن نذر علي يا جليل. سأكون ناصح مؤتمن لكل من عشق الرحيل. وسلامتكم. مشاهدين الكرام، أحد المشاركين قبل شوي أنا شفته مرة متحمس ما شاء الله، حركة اليد ولد كذا، واضح إنه من قبل قد شارك مسابقات، هذا مراكز أولى. تعرف عليك؟ مصعب نواف الموقي. نعم والله يا مصعب أول شيء قل لي كيف تقيم مشاركتك اليوم؟ تحس إنك بتاخذ المركز الأول ولا لا؟ والله أنا واثق إني باخذ المركز الأول بإذن الله. إن شاء الله يعني هالوثوق، إن شاء الله أنتي كذا تفوز ويفرح فيك مدرسك وبرضه أبوك وحالك إن شاء الله. طيب قل لي أنت الآن بصف كم؟ أنا ثاني متوسط. ثاني متوسط، كم لك كذا تشارك مسابقات إلقاء؟ من اكتشف الموهبة؟ أنا من يوم خامس ابتدائي اكتشفت موهبتي. يا سلام، من اكتشفها طيب؟ الوالد، الأهل، أمك، المدرس؟ الوالد ما شاء الله. طيب لو تكون كذا سر بس بيني وبينك، شلون اكتشف الموهبة؟ كذا جلست تزعق عندهم وفي البيت وقال خلاص أنت موهوب؟ سر المهنة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل لختام التغطية الجميلة، ونقلنا لكم مسابقة فرسان الإلقاء التابعة لمكتب التعليم بحي قرطبة. أتمنى أنكم استمتعتوا بالتأكيد. هنا مجد.